دي 12 يجي الوقت اللي نعرف فيه النهاردة هو أي نوع من أنواع البي 12. هو نوع اسمه ديوكسي أدينوزايل كوبالامين. طب سمعنا فين تاني عن الكوبالامين؟ في رياكشن أخدناه في الأمينو أسيد ميتابوليزم، تعالوا نتكلم. قلنا المرة اللي فاتت عندنا هوموسيستاين. الهوموسيستاين ده كنا عايزين نحوله لحاجة اسمها ميثيونين. ازاي تحول هوموسيستاين لميثيونين؟ يبقى انت محتاج ميثايل. الميثايل جروب دي كنا بنجيبها منين؟ من ميثايل كوبالامين. اهو بي 12 في ميثايل. بس قلنا المرة اللي فاتت في الحقيقة الميثايل دي ما كانتش جاية من الكوبالامين. ده في الاصل كانت جايه منين؟ فاكرين؟ ميثايل تتر هيدروفولين. وفي الاصل ما كانتش ميثايل، ما كانت ايه؟ ميثيلين تتر هيدروفولين، لما اخدناها المره اللي فاتت في حاجه اسمها ميثايل تتر هيدروفولين او فوليت تراك. ده الاونلي تو فانكشنز بتاعت الكوبالامين. مش هتلاقي اي فانكشنز ثانيه للكوبالامين، هو موجود في التو رياكشنز دول بس. الديفيشنسي بقى مانيفستيشن بتاعته هو دايما ما بيحصلوش ديفيشنسي من نفسه، هو اكتر سبب في الحقيقه تعمل له ديفيشنسي اي مرض يعمل نقص في الانترنسك فاكتور. طب والانترنسك فاكتور ده موجود فين؟ موجود في الاستومك. فلو في اتروفي في الاستومك، يعني اتروفي في جسمك ديستراكشن للجاستريك بارايتال سيل، اي مصيبه في الاستومك هيحصل ديفيشنسي في الانترنسك فاكتور، مش هنعرف نصنع الانترنسك فاكتور، فمش هنعرف نعمل ابزوربشن للكوبالامين. سمينا الانيميا دي برنيشس انيميا. طب ايه الكاركترز بتاعت البرنيشس انيميا؟ الديفيشنسي مانيفستيشن، اول واحده في الكتاب عندنا حاجه اسمها جي اي تي مانيفستيشن. هي بيني وبينك ما هياش مانيفستيشن، دي هي دي تعتبر السبب. مش احنا قلنا سبب الديفيشنسي ان الانترنسك فاكتور مش عارفين نصنعه من الجي اي تي؟ حتى لما تقراه تلاقي يقول لك ده في جلوسايتس اتروفي اوف جاستريك ميكوزا. ده هو ده السبب، ان دايما زي ما الناس تعرفه او الناس ما تعرفوش، ده بيبقى دايما سبب اوتو اميون ديزيز. فيا شباب، فده يا اولاد بيبقى الاول حاجه جي اي تي مانيفستيشن، دي اكتب عليها السبب، المشكله اللي عملت ديفيشنسي في الانترنسك فاكتور زي الاتروفي بتاع جاستريك ميكوزا ويبقى معاه جلوسايتس. تاني حاجه بقى، ده الديفيشنسي مانيفستيشن فعلا. قلنا المره اللي فاتت لما الكوبالامين بينقص، مين على طول اللي ينقص معاه؟ تترا هيدروفولين. بس هل هو بينقص ككميه؟ لا، ده احنا قلنا بيعمل حاجه اسمها فوليت تراب، اللي هو يبقى كل الفوليك اسيد يبقى تراب ان ذا فورم اوف ميثايل تترا هيدروفوليت. سمينا النوع ده من الديفيشنسي حاجه اسمها فانكشنال ديفيشنسي، فيعمل ميجالوبلاستيك انيميا ويعمل نفس الاعراض بالظبط بتاعت البي 9 ديفيشنسي او الفوليك اسيد ديفيشنسي. ايه ميجالوبلاستيك انيميا؟ لوكوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا، ماتيوبيولا ريستروسايتس، كل الكلام ده سميناه برنيشس انيميا. في الامتحان بتتسال سؤال شافه ومهم، ايه الفرق ما بين البي 12 ديفيشنسي والبي 9 ديفيشنسي؟ هما الاثنين بيعملوا ميجالوبلاستيك انيميا. بس لو جالك عيان وعنده ميجالوبلاستيك انيميا وعايز تعرف هو سببها بي 9 ديفيشنسي ولا بي 12 ديفيشنسي، الفرق حاجه واحده بس، هي النيورولوجيكال مانيفستيشنز. ده مهم جدا. يبقى الفرق الوحيد ما بين البي 9 والبي 12 ديفيشنسي النيورولوجيكال مانيفستيشن. العيان اللي عنده بي 9 ديفيشنسي ما عندوش نيورولوجيكال مانيفستيشن. العيان اللي عنده بي 12 ديفيشنسي عنده نيورولوجيكال مانيفستيشن. وتتسال سؤال اهم في النظر، اكسبلين ليه العيانين اللي عندهم بي 12 ديفيشنسي عندهم نيورولوجيكال مانيفستيشن؟ تعالوا نشوف. هو البي 12 ده كان مهم في تحويل مين؟ تحويل حاجه اسمها ميثايل مالون
ماكسيماي الكوبي. لو البيك ويك ده ديفيشنت هل هتعرف تحول بسالمونيلا ويك ساكسيماي الكوبي؟ لا. كميه السالمونيلا ويك يحصل لها ايه؟ تزيد في البلاط، تنزل في اليورين يحصل حاجه اسمها ميسايل مالونيك اسيدوريا، يبقى ده هاو تو دايجنوز البيك ويك ديفيشنسي. انك هتلاقي في اليورين بتاعهم حاجه اسمها ميسايل مالونيك اسيد. طب ايه المشكله لما الميسايل مالونيك كويس؟ يا ترى احنا سمعنا عن حاجه شبه الاسم ده قبل كده؟ زمان في الترم الاولاني اخذنا في الفاتي اسيد سينسيس، عشان نصنع الفاتي اسيد لازم تحول الاسيدات كويس حاجه اسمها مالونيل كويس. طب ما ده شبه الميسايل مالونيل كوي، ما هو ايه الفرق ما بينهم؟ هما الاثنين مالونيل كوي، بس هنا في مجموعه ايه؟ ميسايل. طب مش ممكن عشان الاثنين شبه بعض يخدعوا الانزيم اللي اسمه فاتي اسيد سينسيس كومبلكس؟ طبعا ممكن. فالفاتي اسيد سينسيس كومبلكس بدل ما يشتغل على المالونيل كوي يشتغل دلوقتي على مين؟ على الميسايل مالونيل كوي، لان الاثنين شبه بعض. فلما يشتغل على مثال مالونيل كو اي كل مره يطلع فاتي اسيد زائد مجموعه ايه؟ ميسايل في كل خط. ميسايل 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 ده بيسموه حاجه عندنا اسمها برانشي فاتي اسيد، مش هتلاقوها موجوده. بس هتلاقي البرانشي فاتي اسيد ده نوع نورمال ولا اب نورمال؟ نوع اب نورمال. يبقى انت الفكره انك بالفاتي اسيد سينسيس كومبلكس لو اشتغلت على مالونيل كو اي تطلع النورمال فاتي اسيد بتاعتك. لو اشتغلت على حاجه شبهه اللي هي ميسايل مالونيل كو اي تطلع اب نورمال فاتي اسيد. فلما تطلع اب نورمال فاتي اسيد بالمنظر ده تاخد الاب نورمال فاتي اسيد تحطها في المايل تشيز. يبقى المايل تشيز ده دلوقتي نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال. فيحصل حاجه اسمها ايه؟ نيورولوجيكال مانيفستيشن. بيقول لك ان السبب النيورولوجيكال مانيفستيشن اللي هي زي بقى بريفرال نيورايتس سب اكيوت كومباين ديجنريشن اوف اللاترال والبوستيريور كولم بتاعت السباينال كورد، حاجات تعرفها من الاناتومي والفيسيولوجي. سببها ايه يا شباب؟ سببها ان حصل اكوميليشن لمين؟ للميسايل مالونيك اسيد. فلما حصل اكوميليشن للميسايل مالونيك اسيد غير انه نزل في اليورين الميسايل مالونيك ايه ده؟ عشان شبه المالونيك ايه هيكومبيت على الفاتي اسيد سينسيس كومبلكس. فعشان كميته عاليه الفاتي اسيد سينسيس كومبلكس يشتغل على الميسايل مالونيك ايه فيطلع اب نورمال فاتي اسيد. الاب نورمال فاتي اسيد لما تحطها في المايلين تشيز يبقى المايلين تشيز ده اب نورمال، يحصل انترابشن للنيرف امبلس فيحصل نيولوجيكال مانيفستيشن. بعد كده اخر جمله في الكتاب اكتب عليها ده تريتمنت، ايه علاج الميجالوبلاستيك انيميا؟ الكتاب في الاخر بيقول لك انت عرفت ان الميجالوبلاستيك انيميا بتحصل نتيجه الديفيشنسي يا اما بتاع الفوليك اسيد يا اما بتاع البيكويد. وبيقول لك لو سمحت ما تتعبش نفسك وانت دكتور في انك تعرف الفرق ما بينهم ايه، لكن طبعا لازم تعرفوا الفرق ما بينهم واحنا طلبه عشان ده سؤال مهم وعشان بنتسجل فيه. لكن انت دكتور اياك تقول لي هو العيان يا ترى عنده بي 9 ولا بي 12؟ ما ينفعش. لما تلاقي من هنا ورايح حاجه ميجالو بلاستيك انيميا اديها للاثنين. عالجهم بالاثنين. ريح نفسك واديهم الاثنين. البي 9 والبي 12. ليه؟ لان لو ده كان حاله بي 12 ديفيشنسي ده خلي بالك عنده حاجتين، عنده ميجالوبلاستيك انيميا ونيورولوجيكال مانيفستيشن. لو انت غلطت وعالجته بالبي 9 بس انت هتبقى مبسوط قوي. ليه؟ لان انت عملت كوريكشن للميجالوبلاستيك انيميا وتفتكر لنفسك ان انت عالجت العيان. بس في نفس الوقت هتلاقي ان النيورولوجيكال مانيفستيشن عند العيان بيحصل لها aggravation، يعني بيحصل لها worsening تبقى اسوأ. فلو سمحت ما توصلش بالمرحله دي للعيان بتاعك. من هنا ورايح لا
لما تلاقي ان جاله بلاستيك انيميا، لان طبعا التشخيص ساعات بيبقى صعب زي ما انتم متخيلين حاجه سهله، لا التشخيص ساعات بيبقى صعب. فبيقول لك ريح نفسك، لقيت ان جاله بلاستيك انيميا طلع لك في التقرير بتاع المعمل، هتدي منه مين يا اولاد؟ البي 9 والبي 12. ليه؟ لانك لو عالجت بس بالبي 9 ممكن تورسن تعمل اجريفيشن للنيورولوجيكال مانيفستيشن. كده خلصنا الفيتامينز. كان في موضوع بقى قبل الفيتامينز اسمه الروس رياكتيف اوكسجين سينثيسيس. ده موضوع مهم قوي للطب للدكاتره. ايه قصه الروس ده او رياكتيف اوكسجين سينثيسيس؟ الروس دي مواد اهم بروبرتي ليها انها باورفول اوكسيدنت، مواد مؤكسده قويه جدا. ليه؟ هو في منها نوعين، نوع اسمه فري راديكال، يعني فري راديكال مسيئات حره تتحرك براحتها كده ماشيه على حد شعرها في الجسم، تعمل اللي هي عايزاه، تعمل اوكسيديشن، عشان كده سموها ايه؟ فري راديكال. او مسيئات ثانيه نون فري راديكال. أول حاجة الفري راديكال، إيه قصتها؟ عشان تفهموها زمان وزمان ده قوي في الكيمستري بتاعت الثانوية العامة إن الإلكترونز في الآخر بتدور في حاجة اسمها أوربيتالز. ولو بنفتكروا إن في الأوربيتالز دي كان لازم عشان الأتوم تبقى في حالة ستابيليتي كان لازم في الأوربيتالز يبقى في عندنا حاجه اسمها بير اوف الكترون. يعني ايه بير اوف الكترون؟ يعني لازم يكون كام الكترون؟ 2 الكترون. ده في الاوربيتالز. فاكرين زمان حاجه اسمها الاس والبي والدي والاف والاوربيتالز والقصص دي. طب افرضوا دلوقتي لو كان في انبيرد الكترون. يعني ايه انبيرد؟ واحد بس. هل الاتوم دي هتبقى في حاله استابيليتي؟ لا. طب عشان تبقى في حته استابيلتي لازم تعمل ايه؟ تاخد الكترون من اللي حواليك عشان توصل لحته الاستابيلتي. ايه ده؟ لما تاخد الكترون من اللي حواليها يبقى اللي حواليها دول بيفقدوا الكترون. زمان قلنا عمليه الريموفال اوف الكترون اسمها ايه؟ اوكسيديشن. يبقى هي إيه لما بتاخد الكترون من اللي حواليها هي عملت لهم ايه؟ اوكسيديشن. عشان كده سموها ايه؟ رياكتيف اوكسجين سبيشيز. بيعملوا اوكسيديشن للي حواليها، عشان كده سموها اوكسيدانتس، مواد مؤكسده، باورفول اوكسيدانتس. مين اللي حواليها؟ اللي حواليها دول بقى على حسب ما يطلع، يطلع بروتين، يطلع ليبيد، يطلع نيوكليك اسيد، المهم هتاخد منه الكترون، فلما تسحب منه الكترون يبقى عملت له حاجه اسمها اوكسيديشن. الفري راديكالز دول زي ايه؟ عندكم مجموعه تحفظوا لكم منهم اثنين ثلاثه، السوبر اوكسايد فري راديكال اشهر واحد اخدناه زمان في الاتش ان دي باسوي. عندنا هيدروكسيل فري راديكال، نيتريك اوكسايد فري راديكال، الكوكس فري راديكال، بيروكسايل فري راديكال. طبعا الاولانيين دول سهلين، لكن مثلا لو عايز تعرف يعني ايه بيروكسايد، بيروكسايد فكنا ما كنا نقول بيروكسايد يعني او او اثنين اوكسجين، هتلاقي في الرمز بتاعه مثلا اثنين اوكسجين. الكوكس الار او ده يعني اللي هو فيه فاتي اسيد واكسجين، ده بيسموه الكوكس. السكند جروب، السكند جروب دي مش فري راديكال، دي بينه وبينك بيسموها نون راديكال، لكن وظيفتها ايه؟ دي يا شباب بتعمل ساعات جينيريشن للفري راديكال. يعني هي دي المسؤوله انها تصنع الفري راديكال. زي مين؟ اشهرهم مثلا الاتش 2 او 2، الهيدروجين بيروكسيد، ده ساعات بيصنع الفري راديكال. ومش بس كده، ده هو دايما بيني وبينك لما تحرق في المجموعه اللي تحت دي اللي هي النون راديكال جروب، دي مشكلتها مش ان عندها الكترون زياده او الكترون ناقص، مشكلتها اكتب عليهم عشان تحفظهم ان عندهم اكسجين زياده. فعشان هم فيهم اكسجين زياده عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يوصلوا لحد الاستابيلتي. عشان يوصلوا لحد الاستابيلتي لازم يفقدوا ايه؟ الاكسجين. عشان يفقدوا الاكسجين ما هيفقدوا اكسجين اللي حواليهم بره، فيعملوا لهم ايه؟ اوكسيديشن. زي ايه؟ اتش
الستيبل فورم اسمها ايه؟ H2O فيفقد الاكسجين، يبقى عشان كده بيعمل اوكسيديشن اللي حواليه. زي حاجه خدناها زمان هايبوكلوراس اسيد HOCl هو الستيبل فورم مين؟ HCl فعايز يفقد الاكسجين. زي الاوزون، الاوزون ده مين؟ O3 هو الستيبل فورم ايه؟ O2. يبقى دول نون راديكال بس بيعملوا اوكسيديشن اللي حواليه. ازاي يحصل جنريشن للرص؟ ايه الرياكشنز اللي بتطلع لنا الرص؟ اول رياكشن عندنا سوبر اوكسيد انايل. ازاي نطلع سوبر اوكسيد؟ سوبر اوكسيد ده يعني اكسجين وبيبقى فيه الكترون ناقص فيسموه سوبر اوكسيد. دايما بيطلع من الريسبيراتوري تشين. ليه؟ هو يقول لك في الريسبيراتوري تشين فاكرين زمان كنا نقعد نقول لك ايه؟ اكسجين مع ايه؟ اثنين بروتون مع ايه؟ اثنين الكترون في الاخر يعملوا مين؟ H2O. هو انت متخيل ان شرط الكلام ده يحصل فعلا؟ لا. ساعات من بدل ما نحط اثنين الكترون نحط الكترون واحد. ليه؟ يعني الكلام ده يقول لك اولا دي عباره عن نظريات كلها. ثانيا مش لازم الكلام ده يحصل بالتفصيل زي ما احنا بنقول لكم، لا. ساعات بيحصل غلطات ودي بتحصل كتير كل يوم كل ثانيه في جسمنا فيطلع السوبر اوكسيد. يبقى اول حاجه نتيجه اننا عملنا ريدكشن بالكترون واحد بدل اثنين الكترون في الريسبيراتوري تشين. تاني واحد هيدروجين بيروكسيد. اثنين وثلاثه هتحفظهم مع بعض. ليه؟ ده يا ولاد الهيدروجين بيروكسيد ده احنا سمعنا عنه زمان غير في الفافيزا، سمعنا عنه في حاجه اسمها الناد دي اتش اوكسيديز لو تفتكروا، في حاجه اسمها ريسبيراتوري فيروس. ايه قصه الريسبيراتوري فيروس ده؟ قالوا لنا هي زي البكتيريا بتموت سوري زي الفاجوسيتيك سيل بتموت البكتيريا. الفاجوسيتيك سيل بتموت البكتيريا عشان بتاخد الاكسجين. بانزيم اسمه الناد دي اتش اوكسيديز كان بيحولوا لحاجه اسمها سوبر اوكسيد. بس على فكره السوبر اوكسيد ده خطير. كنا بنحوله لمركب اقل خطوره كان اسمه سوبر اوكسيد ديس ميوتيز، وده اتكلمنا عليه زمان قوي في سنه اولى. لو تفتكروا السوبر اوكسيد ديس ميوتيز بيبقى دايما في كبر. لو كان في الميتوكوندريا بحرف الام بيبقى فيه منجنيز ام ان، لو كان في السيتوزول بيبقى فيه زد ان زد. المهم السوبر اوكسيد ديس ميوتيز ده بيحول السوبر اوكسيد لحاجه اسمها هيدروجين بيروكسيد. بس ما بيفضلش كده. لو تفتكروا كان الهيدروجين بيروكسيد ده يا شباب لما نضيف له ال HCl بنظام اسمه مايو بيروكسيديز كان بيعمل ايه؟ كان بيحول الهيدروجين بيروكسيد لحاجه اسمها ايه؟ هايبوكلوراس اسيد. ذكريات قديمه من الترم الاولاني. معلش انت كده موت البكتيريا بطريقتين. ازاي؟ اول حاجه حرمتها من الاكسجين يبقى عملت ريسبيراتوري فيروس. تاني حاجة كونت لها مركب سام توكسيك اسمه هيبوكلوراس اسيد. ما هو اثناء التصوير ده بيطلع ده بيطلع اهو سوبر اوكسيد، بيطلع اهو هيدروجين اوكسيد، بيطلع كمان لو عايز هيبوكلوراس اسيد. هل شرط ان التصوير ده يكمل في جسمنا؟ لا. ساعات كتير قوي زي ما اتعلمنا احنا اولاد عندنا مش يعني الكلام اللي بيتحسوا ده مش 100%. دي كلها نظريات ممكن تقف عند اي خط. يطلع عن السوبر اوكسيد ده بدل ما يمشي يروح بره يطلع بره السن. الهيدروجين بيروكسيد ده بدل ما يمشي في الرياكشن بتاعه يطلع بره السن. يبقى دي رياكشنز تعمل جنريشن للهيدروجين بيروكسيد والسوبر اوكسيد مثلا والهيدروكلوراس اسيد. رابع واحد حاجه اسمها هومولتيك مش هومولتيك خلي بالك هومولتيك فيجن اوف روم. يعني تحلل الميه تعاين الميه. هو زمان الووتر H2O لما كنا بنعمله ديسوسيشن كان بيتحول لمين ومين؟ H بلس بروتون و H هيدروكسيد ايون. هو شرط لازم لما ال H2O يحصل له ديسوسيشن يتحول الكلام ده؟ لا. ساعات كتير قوي نتيجه الراديشن او الالترا فايلت الراديشن يطلعوا ناقصين حاجه، ناقصين الكترون مثلا، فيتكون مثلا هيدروكسيد ايون. فده اسمه هيموليتيك فيشن. الفوكر دايما بيحصل ده طبعا مش جوه جسمنا.
الا مثلا لو واحد بيعمل ايه اشعاع، بيعمل جلسات اشعاع لفترات طويله مثلا، يقول لك ده من السايد افكتس بتاعتها، اللي هيشتغل الدكتور اشعه يقول لك ده ممكن من السايد افكتس بتاعتها وهكذا، تعرفوا الكلام ده. لكن دايما ده بيحصل فين؟ بيحصل في الووتر بتاع يعني الميه العاديه بتاعتنا، مش دايما جوه الجسم، بس ده اسمه هيموريتيك فيجن اوف ووتر، او حاجه اسمها فينتون وهابر فايس رياكشن. في فينتون وهابر فايس احنا خدنا زمان ان الاف اي في منه اف اي بلس 2 واف اي بلس 3. يعني ايه اف اي بلس 2؟ قلنا يعني لو مستوى الاستابيلتي بتاع اخر اوربيتالز واخر مدار من 8 الكترون تسيب، يبقى في مثلا 6 الكترون. فممكن خلي بالكم يفقد الكترون للهيدروجين بروكسايد فيكسره، فيطلع مثلا هيدروكسيد اين او هيدروكسيد سوبر اناين. نفس الكلام بالنسبه للكبر، لان الكبر فيه منه نوعين، فيه سيو بلس 2 وسيو بلس 1. تعرفوا اساميهم ان هم فينتون وهابر فايس رياكشن. لكن الهيدروجين بروكسايد بقى الكيك بتاعهم مهم، عايزين نعرف يا ولاد هو الهيدروجين بروكسايد بيتصنع منين؟ ونتخلص منه ازاي؟ اشهر اثنين رياكشنز يعملوا لنا هيدروجين بروكسايد السنسن اوكسيديز، فاكرين؟ قلنا السنسن اوكسيديز اللي كان محتاج فاد واير ومولبدنم، وكان في نفس الوقت كان بيطلع مين؟ اتش 2 او، وانزايم اسمه امينو اسيد اوكسيديز. ليه؟ فاكرين ال امينو اسيد اوكسيديز؟ الاف ام ان لما بتاخد الاثنين هيدروجين لما تراجعوها كان بيكتب الاثنين هيدروجين الاثنين اوكسجين، فيطلع لنا مين؟ اتش 2 او والالدهايد هيدروجينيز والسوبر اوكسيد ديسميترز. كنا بنتخلص من الهيدروجين بيروكسيد ازاي؟ اهم طريقه للتخلص من الهيدروجين بيروكسيد اللي هو الانزيم اللي خدناه ساعه الفافيزي، اللي هو كان انزيم اسمه ايه؟ جلوتاثيون بيروكسيليز، كان بيديله اثنين هيدروجين. فلما يديله اثنين هيدروجين يبقى عندي اربعه هيدروجين اثنين اوكسجين، كان عندنا اثنين ووتر. او طريقه ثانيه اخدناها كاتاليز، مهم قوي. كاتاليز ده بيعمل ايه؟ بيجيب كل اثنين H2O2 ويكبر. H2O2 يعني عندك أربعة هيدروجين وأربعة أكسجين، بس لما يجي يوزعهم H2O وH2O وO2، إيه ده؟ ده عمل إيه؟ بس صنع لنا كام ووتر؟ اثنين ووتر، اتبقى لنا اثنين أكسجين طلعهم من ذا فورم أوف اثنين أكسجين. ده إنزيم اسمه كاتاليز، يعني هو بس ناقص يكتب لك أو ناقص في الرياكشن بدل H2O واحدة تكتب اثنين H2O في الرياكشن صفحة 230. لو هتتسأل في الشابتر ده أهم حاجة تتسأل فيها يا شباب الميكانيزم أوف كومبيتنج فري راديكال، طبعا لازم نعرف ازاي نتخلص من الفري راديكال، دي تجميع الحاجات قلناها قبل كده. والبايوكيميكال افكت بتاعت الرص، أول حاجة ازاي تتخلص من الفري راديكال؟ حاجة من الاثنين، يعني بريفنت الجنريشن اصلا، يعني تمنعهم انهم يتكونوا اصلا، يا يعني تعمل لهم سكافنجر تنقذهم تحولهم لمركبات كبرى. اول حاجه ازاي تمنعهم انهم يتكونوا؟ احنا كنا اخذنا تفاعل في الرياكشنز اللي فاتت حاجه اسمها فينتون وهابر فايس. قلنا ان فينتون وهابر فايس بيحصلوا عن طريق مين ومين؟ كبر واير. ليه؟ لانهم بيقدروا يفقدوا الالكترونز بتاعتهم فيتحولوا اف اي بلس 3 واف اي بلس 2 سيو بلس 2 سيو بلس 1. لو انت منعتهم انهم يفقدوا الالكترونز بتاعتهم يبقى انت بالمنظر ده منعت تكون الفري راديكالز. ازاي؟ تعمل لهم كيليشن. كيليشن يعني بايندنج. في الحقيقه انت ولا بتمنعهم ولا حاجه، ده انت بتنقلهم. بتنقلهم ازاي؟ فاكرين مين البروتين اللي بينقل الاير اسمه ايه؟ ترانس فيرمين. مين البروتين اللي بينقل الكبر؟ اثنين. اكتر واحد بينقل الكبر اسمه البومين، والتاني كان اسمه سيريولو بلازمين. يبقى دي بروتينات بتعمل لهم ترانسبورت للاير من الكبر، فبالمنظر دي بتحرمهم انهم يفقدوا الالكترون، فتحرمهم انهم يطلعوا الرص. انزيمز. مين الانزيمز اللي اخدناها اللي بتتخلص من الفري راديكلز؟ اشهر اثنين لسه قايلينهم من شويه، البيروكسيديز والكاتاليز والجلوتاثيون بيروكسيديز اشهر واحد طبعا. السكافنجر بقى اخدنا حاجات كتير قوي فري راديكلز، الفيتامينز،
هاش الطاقة من الفيتامينز الانتي اوكسيدانت ايس اي سي. الكتاب هنا كتب لك كمان بي 6 لا يعني ما تعرفوش، لكن اهم حاجه مين؟ ايس اي وسي وي. الانزيمز اخذنا مين؟ سوبر اوكسيد ديسميوتيز لسه قايلين ده بيحول السوبر اوكسيد لهيدروجين اوكسيد. ايوه هو مش بيخلص منه بالكامل بس دي حاجه حلوه. البروتينز الفكره في ايه في البروتينز؟ انتوا فاكرين ال H2O2 ده؟ لما خلصنا منه مثلا ادينا له كام هيدروجين يا ولاد؟ 2 هيدروجين. فاكر كنت بتدي له ال 2 هيدروجين منين؟ من الجلوتاسيون. طب ما انا عندي فكره ثانيه، بدل ما اديله 2 هيدروجين من الجلوتاسيون اديله 2 هيدروجين من اي بروتين في الدنيا في اس اتش و اس اتش. هو الاس اتش دايما بتبقى قالولنا زمان في سنه اولى السلفر بيبقى موجود بانها امينو اسيد اسمه ايه؟ سيستاين. ومن هذه المعلومه قدرنا نخترع دواء انتي اوكسيدانت مهم جدا اسمه اسيتايل سيستاين. الاسيتايل سيستاين ده سينثيتك، ده دراج بنستخدمه كانتي اوكسيدانت. وخلي بالك الانتي اوكسيدانت دي ادويه مهمه قوي 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 هتكتبوها للعيانين ان شاء الله بعد كده. ليه؟ لان الانتي اوكسيدانت دي يا ولاد بتحمي الانسان من الاوكسيديتيف افكت اللي هنعرفه بعد شويه. والاوكسيديتيف افكت ده بيعمل كانسر وايجينج، يعني هو المسؤول عن اعراض الشيخوخه وحدوث السرطان. عشان كده في بلاد بارك يقول لك اي واحد يعدي 30 40 سنه ننصح انه ياخد انتي اوكسيدانت. مين كمان؟ لان السوبر اوكسيد اخطر من ال H2O في الاوكسيديتيف افكت. بعد كده الميتابوليك اند برودكت. الميتابوليك اند برودكت ده يا شباب اخذنا مثلا في البيليروبين اليوريك اسيد، الاثنين دول سمعنا عنهم قبل كده بس بيقول لك البيليروبين واليوريك اسيد هما الاثنين ممكن كمان يشتغلوا كانتي اوكسيدانتس. يبقى عندنا اربع حاجات اسكافنجر، فيتامينز وانزيمز. دول انا عارف ان انتوا عارفينهم من زمان. فيتامينز الايس والانزيمز اللي احنا عرفناهم اللي هم السوبر اوكسيد ديسميوتيز، البروتينز والميتابوليك اند برودكتس، دي حاجات جديده بنستخدمها كانتي اوكسيدنت جوه جسمنا، ربنا خلقها لنا طبيعي جوه جسمنا. البروتينز اي واحد في اس اتش واس اتش يعني في سيستاين، والميتابوليك اند برودكتس اللي هي زي البيليروبين واليوريك اسيد. فده ممكن تتسالوا سؤال منشن في الامتحان. ايه هما الاند برودكتس اللي بيستخدموا كانتي اوكسيدنت؟ ايه بقى مشكله الرص؟ ايه الافكت اوف الرص؟ الرص ده احنا اتفقنا مركبات محتاجه تاخد الكترون من اللي حواليها علشان توصل لحته الاستابيليتي، واتفقنا اللي حواليها دول حاجه من ثلاثه، يا بروتين يا اما ليبت فاتي اسيد يا اما نيوكليك اسيدز. اول حاجه على النيوكليك اسيد الدي ان اي والار ان بتعمل حاجه اسمها بيس هيدروكسيليشن، يعني بعد ما التفاعلات دي تحصل الاوكسيديشن، خلي بالك مش اوكسيديشن وبس، تبقى تفاعلات كتيره بعد ما تحصل تعمل حاجه اسمها بيس هيدروكسيليشن، فتحول مثلا الجوانوزين لحاجه اسمها هيدروكسي ديوكسي جوانوزين او هيدروكسي سيلوراسين. ال OH دي تخلي الدي ان اي يلزق في بعض، يربط في بعض، يحصل حاجه اسمها كروس لينكج. كروس لينكج ده ممكن يؤدي في الاخر لحاجه اسمها ميوتيشن، والميوتيشن بعد كده يعمل كانسرز ويعمل اوتو اميون ديزيز. ده على مستوى الدي ان اي. طب على مستوى الليبت دي اخذناها زمان، البوفا في الفوسفوليبت بتعمل حاجه اسمها بيروكسيديشن اوف البوفا اوف الليبت. واشهر حاجه سمعنا عنها الرص بتاثر فيها في الليبت الميكانيزم اوف اثيروسكليروزيس بتاع تصلب الشرايين. فاكرين زمان؟ قلنا ال LDL يتحول اوكسيدايز LDL فيبقى اب نورمال، فتاكلوا الماكروفيج، لما تاكلوا الماكروفيج يتحول حاجه اسمها سكافنشر سيلز
ففي الاخر بتترسب في اندوثيليوم بتاع الهارت بيسز، القصه دي كلها والاستريكس، وبعد كده تطلع بروس فاكتورز وتكبر الاندوثيليوم تعمل اثيروسكليروسيس. يبقى مهم قوي الكلام. طب البروتينز، دايما الرص بيأثر على التيرشر ستراكشر بتاع البروتين يا ولاد، اللي هو ال 3 دايمنشنال شيب، نتيجه زي ما قلنا لو انت عايز تخلص من الرص بتاخد من هنا ايه؟ اتش و اتش. فلما تاخد من هنا اتش و اتش يبقى انت بتكون بونت سميناها ايه زمان؟ دايسلفايد بونت. فالبروتين شكله يتغير لان في روابط جديده بتتكون فيدمر البروتين. وعلى فكره اشهر بروتين سمعنا انه بيأثر عليها الرص في الدايابيتس ميليتس. فجينا خدنا في الدايابيتس ميليتس حاجه اسمها جلايكيشن اوف البروتينز. بس لو تفتكروا في الجلايكيشن بتاعت البروتينز، بعد ما كنا بنعمل الجلايكيشن بعدها كانت تبقى فولد باي ايه؟ اوكسيديشن. عشان كده ما يسموهاش جلايكيتد اند برودكت، هما يسموها ايه؟ ادفانسد. يعني ايه ادفانسد؟ يعني بعد ما تخلص الجلايكيشن بعد ما تضيف لهم الجلوكوز تعمل لهم كمان اوكسيديشن، فيسموها ادفانسد جلايكيتد اند برودكت. ده كان بسرعه كده شابتر الانتي اوك الروس. اخر بقى الشباب اللي عندنا علاج حاجه اسمها biochemistry changes او biochemical changes في large intestine. طبعا بيفكركم مين المركبات المهمه اللي طلعت لنا في اللارج انتستين زي فيتامين اي بي كومبلكس، كان بيطلع توكسيك سبستانس حاجات كده بالنوتريفيكيشن، كنا بنعمل فيه الانتستين دي بنحول للبكتيريا بالانتستينال بكتيريا البرايمري بايل اسيد لحاجه اسمها السكندري بايل اسيد اللي هم اول اثنين. مين البرايمري اللي عندنا؟ كوليك وديهم دي اوكسي كوليك، كنا بنحولهم للسكند اللي هم دي اوكسي كوليك ولايسو كوليك. كنا بنعمل ريدكشن للكوليسترول الكوبروستانول والبيليروبين الستيركوبايل. دي تجميعه للرياكشنز اللي بتحصل في الانتستين. بس على فكره الانتستينال بكتيريا كانت بتعمل حاجتين مهمين قوي، حاجه اسمها فيرمنتيشن وحاجه اسمها بيوتريفيكيشن. فيرمنتيشن يعني التخمر، دي بتحصل لمين؟ للكربوهيدرات. بيوتريفيكيشن دي يعني التعفن، دي بتحصل لمين؟ للبروتينز. يبقى تفتكر كده البي مع البي، بيوتريفيكيشن للبروتينز، لكن فيرمنتيشن للكربوهيدرات. لما بتعمل فيرمنتيشن للكربوهيدرات بتطلع ايه؟ دي بتكسر الكربوهيدرات وتطلع لنا جازز زي السي او 2 زي الهيدروجين، بتطلع لنا اسيدز زي اللاكتيك اسيد. ايه ده؟ سمعنا فين عن فين الكلام ده يا ولاد؟ زمان في اللاكتوز ايه؟ انتولرانس. قلنا اللاكتوز لما يزيد كانت البكتيريا تعمل له فيرمنتيشن. تاني حاجه الانتستينال بيوتريفيكيشن. الانتستينال بيوتريفيكيشن دي سمعنا عنها فين؟ لو تفتكروا من ضمن الطرق بتاعت الدي امينيشن اوف امينو اسيد كانت بتعمل حاجه اسمها ريدكتيف دي امينيشن، كانت بتطلع الامونيا. بس خلي بالك لما كان بيتكون الامينو اسيد ما كانش بيتحول لالفا كيتو اسيد، ما كان بيتحول ايه؟ للكورسبوندنج اسيد، دي حاجات في البروتين. ودي كاربوكسيشن. ايه دي كاربوكسيشن؟ ده مهم. تعمل دي كاربوكسيشن للتيروسين تحوله لماده اسمها تيرانين، ده فازوبريسون نعرفه. تعمل دي كاربوكسيليشن للهستيدين تحوله لهستامين، ده فازو دايليتور. يبقى اول اثنين هتحفظوهم عكس بعض. الهستامين ده عارفينه فازو دايليتور، التيرامين ده فازو كوليسترول. تعمل دي كاربوكسيليشن للتريبتوفان تحولهم لاندولوسكاتون، سمعنا عنهم زمان. بس اخطر حاجه تعمل ديتوكسيفيكيشن دي كاربوكسيليشن للارجينين والسيتروميسين تحولهم لحاجه اسمها اجماتين كالوريك نيوتريس. ليه دول اخطر حاجه؟ لان دول يا اولاد فيري توكسيك، عشان كده من رحمه ربنا بيتكونوا بكميات قليله في اللارج انتستين. هذه الكميات القليله نون توكسيك. وده اللي يفسر لك حاجه مهمه قوي. لما واحد يبقى عنده كونستيبيشن انسان، المركبات اللارج انتستين مش هتعرف تتخلص منها، فالمركبات
الدير تحول من اللارج انتستين يحصل لها ابزوربشن تروح لفين؟ للبلاد. وانت بيبقى عندك كونستيبيشن مسك، بتبقى مستريح ولا متضايق؟ متضايق وحاسس بتعب. ليه؟ عشان المركبات تبقى اللي هي الادماتين كادافرين و بيوترس. بعد كده في عندنا حاجه اسمها ميتابوليزم او سينوبايوتك. يعني ايه كلمه سينوبايوتك؟ اي مركب كيميائي غريب نسميه سينوبايوتك. خلي بالك انتوا زمان في الفسيولوجي درسنا اي بروتين او بولي ساكرايد غريب ده بتسموه ايه؟ انتيجين. يبقى اي مركب غريب عندنا من البروتين او البولي ساكرايد ده اسمه انتيجين. لكن الناحيه الثانيه شبهها، اي مركب كيميائي غريب ده اسمه زينوبايوتك. يعني ايه؟ يعني مثلا البوليوتكس اللي احنا بنشمها كل يوم دي زينوبايوتك. المواد الحافظه اللي موجوده في الاكل دي اسمها زينوبايوتك. الادويه زينوبايوتك. ليه؟ هي المواد الكيميائيه في الادويه دي مركبات في جسم الانسان ولا مركبات غريبه؟ غريب يبقى اسمها زينوبايوتك. اي زينوبايوتك لازم تعمله ديتوكسيفيكيشن. عشان كده يا اولاد الدراجز الادويه اللي بناكلها دي بناخدها هل دي بتفضل تشتغل على طول ولا لازم لها اكشن لزمن معين وتنتهي؟ ليه؟ عشان لازم نعمل لها ديتوكسيفيكيشن. من معلوماتنا العامه اهم مكان للديتوكسيفيكيشن هو مين؟ الليفر. بنعمل لها ديتوكسيفيكيشن على تو ستيجز، على مرحلتين. اول مرحله نعملها اوكسيديشن او هيدروكسيليشن او ريدكشن او هيدروليس. ليه؟ بيني وبينك عشان نخليها ووتر سوليبل بس مش كفايه. عشان تخليها فعلا 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 ووتر سوليبل تعملها حاجه اسمها كونجيوجيشن. فاكرين مين المركب اللي زمان كنا بنعمله كونجيوجيشن عشان نخليه ووتر سوليبل؟ البيليروبي. اللي هو كان انكونجيوجيتد بيليروبي تحوله لايه؟ كونجيوجيتد بيليروبي. مين كمان؟ زمان في السنه الاولى الاسترويد هرمون كنا نحولها بدل ما هي ووتر سوليبل لما نعملها كونجيوجيشن كنا نخليها ووتر ايه؟ سوليبل. انت فيسبوك بتطلب ان فعلا المركبات دي بقت ووتر سوليبل تمشي في البلاد تنزل في الشارع في اليورين على طول. فيس 1 زي اول حاجه هيدروكسيليشن. مين الانزيم اللي بيعمل هيدروكسيليشن؟ انزيم مهم قوي اتكلمنا عنه ساعه ما خدنا الهيم سينسيس اسمه سيتوكروم بي 450 مونو اوكسجينيز سيستم. عشان كده لو تفتكروا قلنا ان الانزيم ده كان بيتصنع في الليفر. عشان كده لو تفتكروا قلنا ان الدراجز اللي محتاجه الانزيم ده عشان نعملها ديتوكسيفيكيشن ممكن تورثت الحالات بتاعت مين؟ البورفيريا. كانت بتبريسيبيتيت الاتاكس بتاعت البورفيريا في الناس اللي عندهم بورفيريا. مين الحاجات اللي بتعملها هيدروكسيليشن؟ حاجتين. ايه ايه عشان تعرف؟ الكوبرز وارماتيك كومباوند. الكوبرز اشهر الكوبرز طبعا اللي هو مين؟ الايثانول والميثانول والاروماتيك كومباوندز زي الاندول والاسكان. بعد كده ريدكشن. في بعض المركبات اللي لازم نعملها اوكسيديشن او ريدكشن، وده مركب مهم قوي اسمه بارا نيترو بنزال دايد. يقول لك بالاوكسيديشن او ريدكشن البارا نيترو بنزال دايد زي ما عندكم كده مكتوب لك بارا نيترو بنزال دايد حط خط او دوريه عند ال NO2. لو انت شفت الاكسجين وحطيت بدلها هيدروجين يعني انت عملت بالمنظر ده ريدكشن، حولته لحاجه اسمها بدل NO2 يبقى NH2 مركب اقل خطوره اللي هو بارا امينو بنزويك اسيد اللي هو بابا. فاكرين مين بابا ده اللي احنا استخدمناه في تصنيع مين؟ الفوليك اسيد. ايه ده؟ يبقى انت كده عملت ايه؟ ده انت حولت مركب خطير بارا نيترو بنزال دايد لمركب بنفيشيال اللي هو البابا بارا امينو بنزويك اسيد. هيدروليسيس مهم قوي. الاسبرين
اشهر دواء عندنا ازاي تتخلص من الاسبرين. يقول لك الاسبرين ده اسمه العلمي اسيتايل ساليسيليك اسيد. هعمل له هيدروليس يبقى بالعقل لما اكسره يطلع منه مين؟ اسيتيك اسيد وساليسيليك اسيد بس. وهنعرف ازاي نتخلص منه بعد شويه، لسه ما اتمناش التخلص منه. بعد كده بقى كونجيوجيشن. كونجيوجيشن يعني ايه؟ اتفقنا زمان كونجيوجيشن معناه ارتباط كيميائي، تجيب مركب تخليه يرتبط كيميائيا مع مركب اخر عشان تخليه او روتر سوري. زي مين اهم المركبات اللي بنعمل بيها الكونجيوجيشن؟ جلوكيورونيك اسيد. ده اشهر واحد اخدناه مع البيليروبين، وسمعنا عنه زمان في اليورونيك اسيد باث واي. ذكريات قديمة يا ولاد من الترم الأولاني، أصل المفروض في الوقت ده أنتوا بتتربوا الترم الأولاني، ده المفروض. فسمعنا عنه في اليورونيك أسيد باث واي، كان بيطلع اليو دي بي كلوكيورونيك أسيد، وسمعنا عنه في الاستيرويدز. اسم الإنزيم اللي بينقل الكلوكيورونيك أسيد على مركبات أخرى عشان يعملها كونجيوجيشن سميناه في البيليروبين ميتابوليست، لو تفتكروا حاجة اسمها جلوكيورينايل ترانسفيريز. بس عشان الكلوكيورونيك اسيد يبقى اكتف لازم يبقى اسمه ايه؟ لازم يبقى ذا فورم اوف ايه؟ يو تي بي كلوكيورونيك اسيد. يعني انا مش باخد الكلوكيورونيك اسيد واضيفه كده كانديفيدوال كلوكيورونيك اسيد، لا لازم يبقى ذا فورم اوف يو تي بي كلوكيورونيك اسيد. ده بيعمل كونجيوجيشن لمين؟ بيعمل كونجيوجيشن للاروماتيك كومباوند زي الفينول. بعد كده تاني واحد باكس. سمعنا فين عن البابس ده زمان؟ في سنة أولى. ده الأكتف سلفيت. الأكتف سلفيت ده بيعمل كونجيوجيشن لمين؟ أشهر اتنين فينولز وستيرويد هرمونز. وحطيت أخدناهم في الميتابوليزم. إندول وستاتول فاكرين؟ في الإندول والستاتول لما تيجوا تراجعوهم في آخر الرياكشن كنا بنحولهم لحاجة اسمها إندوكسين وحاجة اسمها سكاتوكسين بإضافة الصرف. تتسأل بقى في الامتحان مين الأمينو أسيدز اللي بتعمل كونجيوجيشن؟ تلاتة جي سي جي. إيه ده؟ مين الجي سي جي دول؟ جلوتاميت جلايسيسيستاين. هتفتكر إنهم التلاتة أمينو أسيد بتوع الجلوتاسايد. يبقى عشان تحفظ الامينو اسيدز اللي بنعمل بيها كونجيوجيشن التلاته بتوع الجلوتاسايد جي سي جي. اول واحد السيستاين. السيستاين ده يا شباب عشان يشتغل لازم يشتغل مع ان ذا فورم اوف جلوتاسايد، يعني ما ينفعش يشتغل انديفيدوال سيستاين لوحده. نعرف عنه المعلومه دي؟ ده بيعمل كونجيوجيشن لحاجه اسمها البرومو-بنزين والنفتالين. نفتالين ده اتنين بنزين مع بعض، وحاجه اسمها ميركابتيوريك اسيد. يا ترى سمعنا عن ميركابتيوريك اسيد ده او ميركابتو اي حاجه؟ برافو. لا اللي هو يا ولاد ميركابتو بيورين. ايه الميركابتو بيورين ده؟ فاكرين؟ اللي هو كان سينثيتيك انالوج الميركابتو بيورين. معلش يا ذكريات قديمه محاضرتين ثلاثه. لما تلاقي ميركابتو بيورين بيبقى في الميتابوليزم بتاعه مش ده اسمه بيورين، اخر حاجه في الاند برودكت بتاعت البيورين يتحول لحاجه اسمها ايه؟ يوريك اسيد. فيا شباب بيطلع مركب اسمه ميركابتو يوريك اسيد. مش مشكله مش مشكله، خير خير ان شاء الله. الجلايسين والجلوتامين. الجلايسين والجلوتامين، معلش الجلوتامين ده طبعا مش في الجلوتاسيون بس شبه الجلوتامين. بس اكتب على الجلايسين والجلوتامين دول ايه؟ اللي هم التريتمنت اوف هايبر امونيميا. فاكرين كنا بنعالج ازاي هايبر امونيميا؟ كنا بنجيب الجلايسين ونخليه يتحق مع مركب اسمه ايه؟ بنزويك اسيد اللي هو بنزويك وايهن. فيطلع مركب اسمه ايه؟ هيبيوريك اسيد. كنا بنجيب الجلوتامين ونخليه يتحد مع مركب اسمه فينايل اسيتيل. بس فاكرين ما كناش بندي العينين دول فينايل اسيتيل. كنا بنديهم دواء اسمه ايه؟
في الماي بيوتيريت وهو اللي يحول فينايل اسيتيت فيبقى فينايل اسيتيت ايه؟ فيبقى اسمه فينايل اسيتيت جلوتاميك فبتبقى الاثنين دول التريتمنت اوف الهايبر امونيا. يعني ما هي يا اولاد البنزويك اسيد ده دواء ده فعلا ده سينوبايوتيك يبقى انت لازم تتخلص منه. الفينايل بيوتيريت او الفينايل اسيتيت ده دواء دراج يبقى ده سينوبايوتيك يبقى لازم تتخلص. بعد كده في الشابتر بتاع البودي فلويد عندنا الميتابوليزم بتاع الار بي سيز تجميعا للحاجات اللي احنا خدناها في الار بي سيز اللي هم مين يا شباب؟ اخدنا الار بي سيز اهم حاجه فيها ان هي لازم تكونتين ميتوكوندريا عشان كده ينفع تعمل فيها اي تي سي او كريبس كده. طب الاونلي سورس اوف انرجي ليها مين؟ جلايكوليس. انا نوع من الجلايكوليس انيروبيك بتطلع كام اي تي بي؟ اثنين. ليه؟ هل يا ترى الاي تي بي ده لازم عشان الار بي سيز تتحرك؟ لا ده كان لازم عشان حاجه اسمها ايه؟ صوديوم بوتاسيوم بامب. عشان كده لما الجلايكوليسيس تحصل فيها مشكله مش هتطلع الاثنين اي تي بي مش هتعمل صوديوم بوتاسيوم بامب ساعتها يحصل اكوميوليشن للصوديوم جواها فيحصل هيموليتيك انيميا. طب ايه تاني القصوي اللي كان بيحصل في الجلايكوليسيس؟ ما تنساش ان في الجلايكوليسيس غير الانيروبيك جلايكوليسيس كان بيحصل حاجه اسمها 2 و3 بيس فوسفوجليسريد شارت دي تجميع للحاجات اللي فاتت. كان برضه في الجلايكوليسيس كان فايدتها ايه؟ انها بتطلع 2 و3 بيس فوسفوجليسريد كانت بتحصل ايه؟ حوالي من 15 ل 25% من الجلوكوز. ليه؟ عشان تطلع المركب ده اللي كان بيقلل الافينتي بتاعت الهيموجلوبين لمين؟ للاكسجين. وكمان كان بيحصل فيها حاجه اسمها اتش ام بي باسوي. ليه يا ترى؟ ايه فايده الاتش ام بي باسوي في الار بي سيز؟ عشان تديها النادي اتش اللي مهم عشان يعمل لنا ريديوس جلوتاثيون عشان يتخلص من الاتش 2 او. الكلام ده كلام سمعنا عنه قبل لكن في حاجتين جداد اثنين انزيمز جداد في الار بي سيز. واحد سمعت عنه في السنه الاولى زمان كاربونيك انهايدريس انزيم وواحد جديد اسمه روتونيز انزيم. الروتونيز انزيم ده يا شباب مهم للديتوكسيفيكيشن بتاع السيانيد. يبقى انت هتحفظه ده الميتابوليزم بتاع الار بي سيز. ثلاثه من قبل كده واثنين جداد كاربونيك انهيدريس والروتينيز. الانبورن ايرور بقى بتاعت الار بي سيز اهم اثنين انزيمز. على فكره الانبورن ايرور دي لما تيجي تجاوبها مش هتجاوبها من هنا. عارفين احسن حته تجاوبها من هنا؟ هيموليتيك جونتس. فاكرين هيموليتيك جونتس؟ اخذنا فيها ايه؟ فافيس جي 6 بي دي ديفيشنس بايروفيت هيدروجينيز ديفيشنس اللي هو سوري بايروفيت كاينيز ديفيشنس اللي هو بتاع مين؟ بتاع الجلايكوليسيس. يبقى اول اثنين لو حصل مشكله في الاتش بي باث واي او في الجلايكوليسيس الاثنين اللي بعد كده ابنورماليتي يا اما في الهيموجلوبين يا اما في شكل الار بي سيز يا اما ابنورمال هيموجلوبين اللي هي الحاجات اللي درسناها زمان في سنه اولى سيكل سيل انيميا ثلاثيميا او الار بي سيز مدوره بدل البايكنج تيب اللي هو هيديتا سبيرو سايتس. طبعا ده نتيجه الميوتيشن في البروتين اكيد سمعت عنه في الفيزيولوجي او الاكسبيرولوجي اسمه سبيكتري اللي هو بيديها البايكنج تيب شيب فلما يحصل فيه ميوتيشن تبقى سبيرت. بعد كده في عندنا حاجه اسمها ان بي ان نون بروتين نيتروجينس كومباوندز. يعني عندنا يا ولاد معظم النيتروجينس كومباوندز اللي في جسمنا موجوده في صوره بروتين. البروتين ده معمول من امينو اسيد يعني في نيتروجين. في مركبات فيها نيتروجين بس ما هياش بروتين فيسموها نون بروتين نيتروجينس كومباوندز زي مين؟ اليوريا واليوريك اسيد. وانت عارف ان اليوريا ده الاند برودكت بتاع مين؟ البروتين والبايوريدين كاتابوليزم. اليوريك اسيد ده الاند برودكت بتاع مين؟ اليورين كاتابوليزم. اثنين بحرف الايه؟ امونيا وامينو اسيد. واثنين بحرف سي اخدناهم قبل كده كرياتين وان كرياتين. بس بقى في موضوع بقى مهم قوي يا ولاد اسمه كلينيكال امبورتانس اوف الانزيمز في الدايجنوستس.
احنا عندنا يا شباب الانزيمز اللي في البلازما في الاصل ما هياش طالعه من البلازما، في الاصل بتبقى موجوده جوه التيشو. زي مثلا اخذنا الليبر انزيمز، عندنا مثلا اثنين اسمهم ALT والAST. الALT والAST دول ليهم وظيفه جوه الليبر، موجودين في الليبر سيل. لما الليبر سيل تتكسر يطلعوا من الليبر سيل للبلازما، كميتهم في البلازما يحصل لها ايه؟ يبقى لما كميتها تزيد في البلازما دي دلاله على ليبر ديزيز. فعشان كده البلازما انزيمز اللي هنقولها دي ليها كلينيكال امبورتنس. يعني ايه كلينيكال امبورتنس؟ اهميه طبيه للدكاتره مش للانسان. ليه؟ عشان الدكاتره لما يقيسوا دلوقتي مثلا ALT وAST عالي، يبقى ده معنى كده ان في دلاله على تيشو دامج. عندنا بقى مجموعه من الانزيمز تبقى عارف كل واحد فيهم طالع منين، واهم حاجه الكلينيكال ابلكيشن بتاعته. اسيد فوسفاتيز اهم حاجه بتطالع في البروستات، ده مهم جدا عشان ده بتشخص بيه كانسر بروستات. ALT ال مع ال ALT سبيسيفيك للليفر بس، فده مهم بيزيد في الليفر ديزيزز بس. عشان كده يا ولاد لو واحد غلبان وطلبت له ليفر فانكشن تيست، تعرفين ليفر فانكشن قلنا قبل كده اتنين، مين ومين؟ ALT وAST. هتختار له مين؟ ال ALT عشان هو المور سبيسيفيك. ال AST هتلاقوه بعد كده، ال AST ده ليفر وسكيلتال ماسل وهارت. يبقى خلي بالكوا، هل ده سبيسيفيك للليفر؟ لا. يبقى ده يكسب فين؟ في الليفر ديزيز والهارت ديزيز زي المايكاردال انفاركشن والسكيلتال ماسل ديزيز. زي ما كان في اسيد فوسفاتيز هتحفظ ان في الكالاين فوسفاتيز. هما الاثنين فوسفاتيز بيشيلوا الفوسفات، بس واحد يشتغل في اسيتيك ميديا في البروستيك، واحد يشتغل في الكالاين ميديا. ده فين؟ فاكرين قلنا ده في البون، قلنا ده بيزيد يا ولاد في البون ديزيز. اخدناه فين؟ في الريكتس. قلت لكم ساعتها ده مش للريكتس بس، ده لاي بون ديزيز، وكمان موجود في الليفر، يعني بيزيد كمان في الهيباتوبيليري ديزيز. اخدناه فين كمان؟ في الاوبستراكتيف جونتس. برافو. طب الاميليز، الاميليز ده يبقى بيكسر مين؟ بيدايجست مين؟ الستارش. موجود فين؟ كنا سمعنا زمان عن حاجه اسمها سليفري اميليز وبنكرياتيك اميليز. سليفري اميليز بيطلع من الباروتيك جلاند، ومهم جدا، يبقى ده بنشخص بيه الباروتايتس، وكمان عشان بيطلع من البنكرياس يبقى بنشخص بيه بنكرياتيتس. لما تذاكر الاميليز تذاكر معاه اللايبيز قبل الاخير. اصل يا ولاد اللايبيز ده زي البنكرياتيك لايبيز، ده بيطلع منين؟ بنكرياس. يبقى ده بنشخص بيه ايه؟ بنكرياتيتس. يبقى انت عرفت، وده مهم قوي، في تو انزيمز بيشخصوا البنكرياتيتس، اميليز ولايبيز. بس مين المور سبيسيفيك؟ اللايبيز، لان الاميليز ممكن يزيد في البي والبي، بنكرياتيتس وباروتيتس. كولين ستريس سمعتوا عنه اكيد في الفسيولوجي، ده يا ولاد موجود في الليفر، وده بيزيد في المبيدات الحشريه، التسمم بالمبيدات الحشريه، الاورجانوفوسفورس انسكتسايد بويزنينج. سي كي سمعنا عنه زمان في سنه اولى، فاكرين؟ سي كي 1 وسي كي 2 وسي كي 3 سي كي بي دي سي كي ام دي وسي كي ام ام، اللي هو الايزو انزيمز. ده موجود في السكيتال ماسل والهارت والبرين طبعا، لو انت فاكر من سنه اولى، فبيزيد في الماسل ديزيز والام اي مايكاردال انفاركشن. جي جي تي مهم، جاما جلوتامين ترانسفيريز مهم، ده فين؟ في الليفر. لما تكبروا ان شاء الله وتشتغلوا دكاتره جراحه، ده هتشخصوا بيه الهيباتوبيليري ديزيز، يعني الاوبستراكتيف جونتس. مهم قوي الكلام ده، هيباتوبيليري ديزيز يعني الاوبستراكتيف جونتس على طول. وطبعا مهم الماركر للالكوهول ابيوز، بس اهم حاجه الهيباتوبيليري ديزيز. لابتيك هيدروجينيز سمعت عنه زمان في سنه اولى، كان في منه خمسه ايزو انزايم، اول واحد كان موجود في الهارت فيزيد في الام ار، اخر واحد كان موجود في الليفر والسكيلتال ماسل، كان يزيد في الليفر ديزيز وسكيلتال ماسل ديزيز.
واخر واحد اليو تي ايز سمعنا برضه عن مستنيات الليفر بيزيد في الهيماتوبيليا ديزيز اللي هي الاوستراكتيف. وبعدين بقى موضوع مهم قوي 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 يا ولاد ديجنوزيس اوف نيوما ارم. ازاي نشخص المايكاردر انفاركشن؟ اصل يا ولاد المايكاردر انفاركشن زي ما هنشتغل ان شاء الله بعد كده دكاتره هتعرفوا ان فكره تشخيصها واهميه تشخيصها انك تشخصها بدري. لان من معلوماتكم التلفزيونيه كل ما تتشخص بدري كل ما تتعالج وتقدر تعمل ريفرسال للام اي ويزود الضغط والكلام اللي احنا بنسمعه. فعشان كده الماركرز بتاعتنا اول حاجه نشخص بيها الام اي السي تي. بس انهي نوع؟ سي كي 2. مين سي كي 2 ده؟ اللي هو السي كي ام دي اللي هو الايزو انسايد اللي فيه ام وبي، لان هو ده اللي موجود في الهارد. بيقول لك كلمه مهمه قوي ان السي كي ام دي ده بيبدا يظهر بعد من 3 ل 4 ساعات من المايكاردر انفاركشن. يبقى ده مهم. مهم ليه؟ لانه بيظهر بدري. يبقى انت لو جالك عيان في الاي سي وشاكك ان عنده مايكاردر انفاركشن هتطلب له تحليل اسمه ايه؟ سي كي ام دي. ويرجع للنورمال بعد يوم ونص، بعد 36 ساعه. ايه اهميه انك تعرف الكلام ده؟ اهميته يا ولاد انت لو عايز تشوف التريتمنت بتاعك في الاي سي افكتيف ولا لا، تقيس له برضه السي كي ام دي؟ لا، لانه كده ولا كده هيرجع بعد ايه؟ بعد يوم ونص. هنقيس له حاجات ثانيه هنعرف بيها الافكتيفنس بتاع التريتمنت بتاعك. خلي بالكوا ان السي كي ام دي ليه طلع بره؟ لان هو اصلا اوريدي موجود فين؟ بنفس الفكره في الهارت سيت. هارت سيت دي حصل لها حاجه اسمها مايكاردر انفاركشن. يعني ايه مايكاردر انفاركشن يا ولاد؟ موت فلوس في عضله القلب. السيلز ماتت، فلما السيلز بتموت الكونتنتس بتاعتها محتواتها بتطلع فين؟ في البلاست. هو بيقول هنا يعني النورمال ليفل، يعني في نورمال ليفل هيطلع كده. هو ليه اصلا؟ هو يا ولاد السيلز بتاعتنا اللي احنا عايشين بيها دي ما بتموتش؟ لا، مش بيحصل لها حاجه اسمها وير اند تير، يعني بتتجدد. فلما بتتجدد اوريدي في سيلز عندنا يا اولاد بتموت في كل اكتشاف، بس كميات كتيره ولا قليله؟ قليله. فاوريدي لما السيلز دي تموت بكميات قليله يبقى عندنا اوريدي انزيمز موجوده من الحاجات دي. يعني كل الانزيمز اللي انا بقول عليها دي موجوده اصلا في البلازما، بس كميات كتيره ولا قليله؟ قليله نتيجه الوير اند تير. لكن بتزيد امتى؟ بتزيد في الديزيزز بس. خلي بالكوا ان السي كي ام دي يا ولاد في منه نوعين، يعني قسمناه بعد كده لنوعين. نوع اسمه سي كي ام دي 1 ونوع اسمه سي كي ام دي 2. بيقول لك لما تشتغل ان شاء الله دكتور اي سي يو قيس الريشيو ما بين 2 ل 1. بيقول لك ان الريشيو ما بين 2 ل 1 لو كانت اكتر من 1.5 دي مهمه جدا عشان دي بتنديكيت اكيوت مايكارديال انفاركشن. وبعد كده راجع يقول لك معلش السي كي ام بي 2 ده مش سبيشال او مش سبيسيفيك او، لانه ساعات بيظهر في حالات الكونجستيف هارت فيلير واذر كونديشنز. الاهم من السي كي التروبونين ده سمعت عنه في الفيسيولوجي. في اولاد زمان في السنوات في الفيسيولوجي قالوا لنا ان في عندها تروبونين اي او تي اكسكلوسيف للهارت. ما هو نفس الفكره، خلي بالكوا دول مش انزايمز، دول بروتينز. يبقى دول لما الهارت سيت يبقى تروبونين اي او تي يحصل لهم ايه؟ يطلعوا بره في البلازما، كميتهم تزيد. برضه بيزيدوا امتى؟ بيزيدوا بيبداوا ستارت في الانكريز من 3 ل 12 ساعه بعد الام اي، وبيكونتينيو بيوصلوا لغايه البيك بتاعتهم من 5 ل 10 ايام، وينتهوا بعد من 1 لـ 2 اسبوع خصوصا للتروبونين تي. وبيقول لك ان التروبونين تي سمعتوا عنه برضه قبل كده، ده مش موجود في الهارت بس، موجود برضه في السكريتال ماسك. فبيقول لك ده مش سبيسيفيك قوي، ساعات بيزيد في حالات السكريتال مايوباسي ورينال فيلر. يبقى مين الاحسن في انك تشخص بيه؟ تروبونين اي ولا تي؟ ده الكلام ده ممكن تنزلوه في الشكل. المايوجلوبين، المايوجلوبين ده موجود في كل المصرز. ده
يطلع بعد الام او بس يا ترى ده ينفع اعتمد عليه؟ لا ضمان سبيسيفيك ولا دي لازم ليه؟ لان ممكن يطلع بعد هارت ديزيز زي ما يقدر انفكشن او يطلع بعد ماسل ديزيز رغم انه اول واحد بيطلع بس ممكن نستخدمه في ايه؟ بدل ما نستخدمه في الدايجنوستكس دولت ممكن تستخدمه في الديترمينيشن بتاع السايز اوف الانفكشن وانك ترول اوت الام اي يعني ترول اوت الام اي يعني انت لو لقيت واحد عنده المايوجلوبين مش عالي وطبيعي يبقى هل ده عنده مايوكاردال انفاركشن؟ لا ما عندوش فيقول لك عشان ترول اوت يعني تستبعد الام اي لكن خلي بالك هل ده سبيسيفيك؟ لا رغم انه اول واحد مش والاي اس تي بقى بيطلع بعد 12 ساعه ويوصل للبيت بتاعه بعد يوم يومين وينتهي ويرجع للنورمال بعد 5 ايام عشان كده ده بنستخدمه في في الايفالويشن اوف التريتمنت والاحسن منه كمان ال دي اتش يطلع زيه برضه بعد 12 ساعه ويوصل للبيت بعد يومين لثلاثه الجدول على فكره الجدول اللي تحت ده مهم الجدول اللي تحت ده مهم قوي قوي اللي هو بتاع التايبس اوف ماركرز بتاعت الام اي ويرجع للنورمال بعد اسبوع او اكثر.